من جديد أهلا بكم في هذه الفقرة وفي أولى فقرات صباح الكوفية. نتحدث عن صوم الأطفال دون سن البلوغ وانعكاساته على الصحة العامة للطفل. طبعا كثير من الأطفال ممكن يقلدوا الكبار وخاصة الأب والأم في حال أنه كانوا صايمين نهار رمضان، فبنحس وبنشوف أنه أطفال كثير ممكن يقولوا إحنا كمان بدنا نصوم لأنه هالشي ممكن ناخد عليه ثواب. يعني تخيل أنه طفل صغير بيعرف أنه شهر رمضان أو دون سن البلوغ خلينا أقول إنه في عليه أجر وثواب، فعلشان هيك كتير من الأطفال بحبوا إنهم يصوموا في الشهر الفضيل. لكن آثار هذا الصيام على الصحة العامة، خاصة إنه بنحكي أكثر من 14 ساعة الإنسان بصوم، 14 ساعة يمتنع عن الطعام والشراب، وبنعرف إنه الطفل بحاجة إلى غذاء وشراب طيلة النهار يمده بالطاقة بالحيوية حتى يفعم بحياة كلها نشاط. هذا الطفل هكذا يتميز. لكن في حال إنه صام أكثر من 14 ساعة، هل فعلا هنالك مضار ومخاوف ممكن أن تنعكس سلبا على صحته؟ اليوم نحكي عن انعكاس هذا على الصحة العامة على الطفل، ومنناقش هذا الموضوع من زاوية اجتماعية ودينية ونفسية. بداية أرحب بضيفي الكريم الدكتور عطل قيسي، أهلا وسهلا فيك، استشاري الصحة العامة والرعاية الصحية الوقائية. كل عام وأنت طيب يا دكتور، ورمضان كريم إن شاء الله ينعاد عليكم بالخيرات. موضوع كتير مهم إنه نحكي فيه. الأطفال بنعرف إنه كتير منهم بحاول إنه ياخدها كمحاولة لتقليد الكبار، صحيح، خاصة الأم والأب في فترة الصيام وصيام شهر رمضان على وجه الخصوص. قبل ما نحكي عن مضار مخاطر هذا الشيء، شو اللي بيدفع الطفل إنه فعلا بده يقلد أمه أو أبوه إنه لازم يصوم معاهم؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم الشهر الفضيل، أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليوم والبركات. وشعبنا الفلسطيني نال حقوقه واستقل وأقام دولته إن شاء الله عاصمتها القدس، وانتهى الانقسام البغيض اللي ذكره بعد أيام هذا ما تسع نتمنى. سنوات نعم إن شاء الله إن شاء الله. أتمنى أنه وفود المصالحة القائمة الآن في الدوحة وقطر والقاهرة أنه تنجح حتى ينعاد علينا رمضان بالخير إن شاء هذا الله. هذا ما نتمنى إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. أتوجه إلى شعب الكريم بصحة وسلامة في هذا الشهر. وموضوعنا اليوم موضوع مهم جدا صراحة. الطفل زي ما تفضلتي بيحب يقلد، بيحب يتبع نظام البيت أو الأسرة اللي هو عايش فيها مجتمعيا. فإذا قسمنا هاي المحاور زي ما تفضلت من المحور النفسي والمجتمعي والديني كدين أو من ناحية دينية، ولا يجب على الطفل هذا الصيام، لا يجب نهائي. الله سبحانه وتعالى جعل رخصة للأطفال ومرفوع عنهم القلم حتى يبلغوا كما جاء في الحديث الشريف عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فلغاية سن 12 10 سنوات 12 سنة خلينا نحط فاصل هنا. ما قبل هذا السن بديش أقول محرم من صيام الأطفال، هو ممنوع من الناحية الجسدية، من الناحية النفسية ومن الناحية الصحية. الطفل نفسيا بيحب يقلد أترابه. فزمان حتى وإحنا كنا صغار كانوا يقول لك يا مفطر يا قليل الدين ضاعت منك فلسطين، فكان يمزحوها الأطفال. فتيجي بشكل انعكاس سلبي على نفسية الطفل، إنه هو ليش مش صايم زيه زي إخوته الكبار أو زملاته في المدرسة أو اللي من أكبر منه سنا في الحارة أو في المجتمع. واقع صحيح. فهذا طبعا هو من إيش مجتمع، الحمد لله مجتمع محافظ، وبالتالي الوسط عندنا مريح جدا نفسيا ومجتمعيا لصيام مثل هيك. يكون من الناحية النفسية هذا الكلام، الناحية المجتمعية عفوا، الناحية النفسية انه اذا الطفل في اعتقاده انه هو لازم يصوم بين قوسين من دون ارشاد من دون توجيه نفسي مجتمعي صحي، يجب على الام انها تكون هي الحاضنه لهذا الطفل في صيامه او في تقليده، سواء كان المجتمعي او الديني لاخوته او لاطرابه او لابوه وامه، على اساس انه الطفل اذا صام فكان بها ما في مشكلة إذا كان صحيا جسده بيتحمل هذا الكلام. كيف ممكن نعرف إنه جسد الطفل بيتحمل
تمام. الطفل في مرحلة نمو في هاي الفترة لا شك أنه يحتاج إلى كل المقومات الغذائية من فيتامينات وأملاح معدنية، وهي هذه هدف أعتقد هدفنا اليوم في تعريفها ووضع النقاط على الحروف بالنسبة لها، أنه يفقدها الطفل أثناء صيامه. درجات الحرارة العالية، الجوع المستمر ل 16 ساعة أو ما يزيد أحيانا فعلا في وسط حار، بالنسبة مثلا إذا إجا فصل الصيف والصيام موجود مثل أيامنا الآن. هاي صحيح. فهذه علامة إنذار الكل لازم يأخذ باله منها صراحة، إنه الطفل لا يقدر على صيام هاي 16 ساعة متواصلة بدون ما يتعب، فهذه شيء بيساعد الطفل على فقدان درجات عالية من المخزون المائي والمخزون الإلكترولايت أو الأملاح المعدنية المعادن الموجودة في جسمه اللي بيحتاجها في نموه في هاي المرحلة الخطرة من تكوين الجسم. يعني حضرتك ما بتنصح يا دكتور أنه طفل دون سن البلوغ أنه يصوم مثله مثل الكبار؟ صحيح، لا أنصح فيه إذا كان جسده لا يتحمل. سؤالك رد على السؤال أنه كيف نحكم إحنا كآباء وأمهات أنه أطفالنا يستطيعوا الصيام؟ من البنية الجسدية، في أطفال ما شاء الله يعني زي ما بقولوا وافي كده ومليان شوية، أو جسديا صحيا عنده لياقة، أهله متابعينه مثلا في نشاط رياضي معين، أو يعني مش فترة خمول قاعد في البيت. لأنه الصيام حتى هذا للكبار بوجه هذا الكلام لكل مجتمعنا الفلسطيني، شهر رمضان صوم وتصحوا، شهر رمضان صحيح. نشاط، شهر رمضان مش نوم أو خمول، في ناس هيك فكريته يعني في أفكار مخلوطة للأسف. بعبع جاي بفكروا الناس أني أنا صايم ما حد يتكلم معي، أنا صايم ممنوع أطلع من البيت، عزلة انفرادية لو واحد شخص، أنا صايم عزلة، أنا صايم طول اليوم مش في المود، محتاج كافيين، محتاج مش عارف إيه. لا، فهذا من ناحية كمان النفسية بينعكس سلبيا على الأطفال، لأنه بيشوفوا أنه الصيام مش هو هذا الهدف، لأنه الطفل ما بيكون واعي إيش فوائده، إيش نتائجه الروحانية والجسدية والنفسية والمجتمعية والصحية. الصيام جنة، الصيام كتير مفيد للجسم، فلازم توعي الأم من الناحية هاي أطفالها إيش فوائد الصيام إذا استطاعوا أنهم يصوموا، مع الحذر في موضوع ساعات الصيام وفصل الصيام شتوي أو صيفي صحيح. حتى ما يفقد غذاءه وما يفقد فيتاميناته وأملاحه المعدنية ويأثر على صحته بالسلب. نعم. دكتور، في بعض الأهل ممكن تمارس أنه الطفل لازم يصوم بشكل إجباري، وبنسمع عن بعض الحالات اللي فعلا ممكن الأب أو الأم أنه يجبر طفله الصغير أنه لازم يصوم مثله مثل الكبير، مع أنه الطفل بيرفض هذا الإشي أو لسه مو بكامل وعيه وإدراكه شو يعني صوم، شو يعني أنه أمتنع أني ما أكل ما أشرب. يعني إحنا محتاجين كمان توعية وتثقيف في هذا الجانب. ما بعرف إذا ممكن هاي حالة ممكن نلاحظها كمان في الوطن العربي، أنا بحكي عن بعض الحالات اللي بنسمع فيها وبنسمع عن قصص وكتير أدت إلى مخاطر على حياة الطفل. شو رأيك في هذا الموضوع؟ الموضوع هذا صحيح بده تركيز وبده دعوني أحكيها يعني دق ناقوس الخطر. الخطر جاي على العائلات الفلسطينية كأطفال من هاي الناحية. التعصب الديني مرفوض، التعصب المجتمعي مرفوض، إنه الأسرة مؤمنة في نظام معينة إنه تعيش هي بشكل ديني إجباري، لازم الكل صيام صغير أو كبير بدون مراعاة الجوانب النفسية. أنت كده ممكن بين قوسين خلينا نحكي انه اديت رغبتك كأب او كأم بفرض الاجبار على الاطفال بالصيام، لكن انت شوهت صورة الصيام في نظر طفلك على المدى البعيد. هيكبر الطفل يكره حاجة اسمها صوم لانه اجبر عليه فوق طاقته وهو صغير غير واعي عن مضاره وعن سلبياته وايجابياته، لانه لسه ما بعرف ايش معنى صوم كما تحدثنا قبل قليل، انه لازم اذا بدي اجبره أو خلينا أقول يعني إذا بدنا نتبع هاي السياسة المجتمعية أو الدينية في فرض هذا النظام على الأسرة بغض النظر هي صح أو خطأ من الناحية العقائدية صحيح. فالشغلة لازم تكون تدريجية حتى يستطيع الطفل أنه ينمو بشكل خلينا نقول متوازن محترم نفسيا قابل أنه هذا الصيام شيء الله سبحانه وتعالى فرضه،
شيء محبب مش يطلع انه كرهانه. صحيح. فهذا خطأ. فهيك انت بتكره طفلك، وكثير في مجتمعاتنا العربية مش في مجتمعنا الفلسطيني، مجتمعنا العربية، وأدت إلى وفاة بعض الحالات لأنه هو خايف. هذا لا يلزم أيضا الطفل أنه يصوم بأمانة، لأنه ممكن يغش وراء يأكل بشكل مخفي، يتخفى ويأكل وما حد يدرى فيه، وصايم صايم. أكيد فهي هي الشغلة بالعكس أنا لا أؤيدها ولا أنصح فيها نهائي، لمدارها النفسية ومدارها المجتمعية ومدارها العقائدية على المدى البعيد على نفسية الأطفال. طبعا تشكيل الصورة النمطية موضوع أن يكون الطفل طفلا صغيرا لا يعي لا يدرك ما حوله ماذا يشكل هذا الأمر لديه، تكبر لديه صورة تتراكم تختلف الصورة تماما. أكيد أكيد طبعا. في المقابل في بعض الأهل من خلينا نقول عندهم درجة من التفتح والوعي أنه بدهم يجمعوا بين الأمرين وبدهم يحدثوا توازن بين الأمرين. الأمر الأول إنه يعرفوا الطفل شو يعني صوم، شو يعني إنه الإنسان يصوم ويمتنع عن الطعام والشراب، وبنفس الوقت يحافظوا على صحة جسم الطفل. فممكن إنه يعطوهم لفرصة معينة إنه فترة الصيام مثلا صوم العصافير زي ما بيقولوا، صوم العصافير أو صوم الغزلان نعم كما هو في العراق الشقيق لفترة الظهيرة، وبعد هيك يعني بيشغل. فهي هاي شغلة بتنصح فيها ممكن؟ أكيد أكيد. هو الهدف إذا كان زي ما حكينا الهدف من الصوم للأطفال إنه نعوده دينيا على عاداتنا وتقاليدنا الدينية، أنه لازم احترام هذا الشهر الكريم بالامتناع عن الصوم كفريضة دينية، مجتمع كامل صايم، قدوتك أهلك لازم أنت تتبع نظام العائلي لازم، لكن بالتحبيب والترغيب وليس بالترهيب. أكيد. فزي ما تفضلتي يجب أنه نوعي أطفالنا ونشرح لهم الفوائد هاي وعلى آخره. ممكن نعمل إحنا نظام الجوائز، نظام التحفيز، نظام إذا كان الطفل إحنا مدلعينه شوية ومدللينه شوية، أو حتى خلينا نقول العكس إما ضغطين عليه ومتشددين عليه، نحبب له الصيام. يعني مثلا زي ما تفضلت فترة العصفور أو زي ما هو في العراق الشقيق صيام الغزلان، إنه في غزالة يعني حتيجي إذا صمت أنت للظهر حتيجي معها أكل حلو كده وتقدم لك إياه وتتفضل فيه أنت، هاي مكافأتك. لا شك أنه هذا محبب محفز، وأنه يأكل بالسر الطفل ما يعرفوا أهل البيت أنه أكل. هذا طبعا سياسة الأم لازم تكون بالشكل هذا حتى ما ينحرج الطفل نفسيا قدام أشقائه أنه ما أكلش، يقعد على الصفرة زيه زيهم على المغرب. بس هنا عشان نتكلم في الجوانب الصحية كمان نشبكهم مع بعض، انه الام لازم تراعي انه هاي المكافأة او هاي المحفزات اللي تقدمها لطفلها كجائزة سواء كانت مادية او معنوية لازم تكون برضو في الاطار الصحي. يعني اذا كان غذاء لابد انه يكون هذا الغذاء غذاء صحي متوازن، مش كله حلويات. لانه الطفل اللي احنا بنعرف ما بيصدق مثلا يجي معاد الافطار او المغرب تلاقي سوائل او حلو، او انه أكل بس جزء صغير من صحيح ما بيأكل الأكل موجود الرئيسي الرئيسية صحيح. الموجودة عنده هيك انحراف عن هاي الأكلة، توجه للحلويات والحاجيات كمان. هو هيك متعود نعم، لأنه هو هيك متعود. هاي إذا كان هاي المكافأة فأنا لا أشجعها صراحة. إذا كان هاي هي المكافأة النوعية هاي من الأطعمة فهذا كلام مرفوض، لأنه بدر في صحة أكيد. وحتى للكبار يعني بوجه كمان رسالتي لكل المجتمع الفلسطيني الإمهات بالذات تحافظ، لأنه هي ست البيت، هي الملكة في البيت. صحيح. الله يطول لنا عمرهم وهيك ويخلينا إياهم. يا رب. لازم هم يراعوا احتياج الأسرة الصحي من المكونات الغذائية. بلاش الدسم كده مرة واحدة، ما بلاش الحلويات كده مرة واحدة. الأكل لازم يكون متوازن وصحي وحنتكلم فيه. فهذا الموضوع نظام المكافأة إذا صام الطفل للساعة 12 الظهر مثلا أو أذان الظهر ممكن بعد عام يكمل للعصر. بالتدريج من خلينا نمسكها من سن زي ما والده بياخده مثلا من 7 سنوات. الرسول صلى الله عليه وسلم قال حببوا أولادكم يعني الصلاة لسبعة واضربوهم عليها لعشرة حتى أنه يلتزم. هو الضرب مش هنا الضرب للتعنيف، لا ضرب التأنيب أكيد. أو أكيد. نفس الشيء. فالصيام يجب أن يكون بالتدريج، يعني خلينا نأخذ من سن 9 سنوات على فرض أو 8 سنوات بيكون في الصف الثالث أو الرابع واعي هذا الكلام، عارف إيش الصيام بالضبط. بالتدريج صوم للساعة 12 بكرة للعصر
بالتدريج يوم افطر ويوم صوم إذا كان في عندك مقدرة، كمل تاني يوم للعصر، بعدها افطر فطورك خفيف عشان ما تشبعش. ليش؟ لأنه لما تقعد على السفرة المغرب ما تنفضحش بين وسيل، مهم لا يكشف أمره، ما ينكشف إنه شبعان وما بيأكل، هو صايم أو مش صايم، ويغضب منه مثلا أخوه الكبير أو أبوه أو بين أطرابه، ويفتخر إنه صام هذه الساعات. فهذا إشي حلو، أكل العصفورة وأكل الغزالة والجوائز التحفيزية وبالتدريج وبالتدريب تعويد الأم لأطفالها أو الأسرة لأطفالها على الصيام. طب دكتور، بما أنه بنحكي عن الطفل وأنه أحياناً بيشعر بالحرج الشديد أنه هو مثلاً ممكن يكون مفطر وغيره قاعد على سفرة الإفطار وهو كان صايم، فهلأ بنسمع عن دلالات ومؤشرات أنه من خلالها ممكن نتعرف على الطفل إذا كان صايم أو لا، ما بعرف إذا من اللسان ببان هذا الشيء، فهل هذا الشيء صح يعني؟ أكيد الطفل تلاقيه حيقول أنه مثلاً أنا ما مش حياكل زي ما هم الصايمين بياكلوا، حيلاحظوا عليه انه هو اخذ من طرف الاكل يعني حاجه صغيره كده واكلها شويه، وهذا يكشف امره، هذا ممكن يكون انت مش صايم مش اليوم صايم. انت بتضحك علينا، انت كذا اكلت ما اكلتش، حيعيط عاطفيا، الطفل حيتاثر صحيح، حينحرج، ممكن يقوم عن السفره، ممكن يزعل. فبلاش الاحراجات هذه تصير للاطفال، انه الكل انا بشجع في هاي النقطه انه الكل يتعاون مع الام مع الاب، الناس اللي واعيه وكبيره في البيت، على تدريب الاطفال بسياسه نفسيه مجتمعيه متوازنه. اكيد يجب ان يكون الكل شريك والكل طبيب في نفس الوقت، لا يعرض طفله للاحراج حتى يستطيع ان يصل الى اتمام المهمه. المهمه لازم بالتدريب وبالتدرج. فالشغلة كانت واضحة انه الطفل كان صايم لساعة 12 ساعة 3، فطرته والدته بشغلات بسيطة اللي تصبروا هالساعتين ثلاثة اللي ضايلات، ما في داعي لإحراجه او لانه نلمح كده ونعمل له خلاص. حتى الام كمان ممكن تتبع سياسة تانية انه تغرف له او تحط له السيرفيس تبعه صحن على قد ما هو حياكل بالضبط في وجبة، لأنه فيش داعي لإحراجه. أكيد هيستغرب الطفل حطاله صحن مش هذا بيرجع ليقظة الأم وتداركها وعيها الشديد إنه ما توقع طفلها بالإحراج الشديد. طب دكتور، هلأ الطفل ضعيف البنية الجسدية في حال إنه صام بنفسه أو أجبر على صيام من قبل الأهل، شو المخاطر الحقيقية اللي بتأثر فعلا على صحة الطفل؟ الطفل من في سن النمو أو في سن المدرسة، خلينا نحكي من 6 ل 12، هذا السن مهم جدا لاكتمال النمو العقلي والعصبي والعضوي والنفسي أيضا. درجات الصحة بتختلف هنا حسب بنية الجسد لا شك فيه، وظروف العائلة الاجتماعية والمادية للتغذية يعني. فبنية الطفل بتتحكم في إنه قبوله للصوم أو لا. فإذا كان من دعونا نقسم يعني مثلا في نحيف البنية، متوسط البنية، بدناش نقول ضخم البنية أو كبير البنية أو بنيته وافية زي ما بنحكي overweight أو فإذا كان الطفل صام إجباري وبنيته نحيفة، الجسم بيتطلب معايير معينة من السوائل ومن الأملاح المعدنية minerals ومن البروتين والكربوهيدرات والدهون والشغلات اللي بياخذها الطفل بشكل مستمر حتى يكتمل نموه في هذه المرحلة الخطرة. فإذا كان احنا منعناه 16 ساعة أو 14 ساعة بالشكل العنف الإجباري زي ما تفضلتي أو بشكل العصفورة والغزالة والدلع اللي احنا حكيناه، لا شك إنه الجسم حيتأثر، بنيته حتختلف، ممكن نعرض الطفل لمخاطر الهزلان، ضعف الدم، عدم التركيز، الجهاز العصبي حيتأثر، بالتالي الدماغ هو في حاجة لهاي المعطيات حتى يكتمل هذا النمو، فإحنا ضرناه بشكل غير مباشر. وهو طبعا ممكن انتقد في هاي النقطة، يقول لك صوم وتصح وما هو الصيام صحة، أوكي صحة للكبير، صحة للكبير، للكبير. صحة للبالغ القادر على الصيام، الله سبحانه وتعالى جعل رخصة حتى في الصيام، إذا كنتم مرضى أو على سفر، وإن كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الله سبحانه وتعالى ما أجبر حتى الإنسان الصحيح السليم على الصيام إلا برخصة.
فاذا اذا ما بالك الطفل عن طفل ما بالك صغير فالطفل يحتاج بلوغ. يحتاج الى هاي المعايير الصحيه حتى يكتمل النمو. وهي مرحله خطيره اذا كان سلبياتها عاليه وتاثر فعلا الطفل مش من ذوات البنيه اللي تتحمل الصيام. خلينا يعني نفرز يعني شويه في لانه في اطفال قادرين على الصيام, في اطفال بتحمل جسمه بتحمل. البنيه الام نظرتها والعائله نظرت انه هذا بتحمل نفسيا واجتماعيا. لو شافته دايخ, شافته هزيل, او شافته مع المتابعه بنقدر نحكم. فلو شافته من ضمن المعايير اللي بتفقد فيها السيطره على نفسيه الطفل او على جسد الطفل لا داعي. فالمخاطر كتير عالية ومضاعفاتها السلبية خطيرة بعد هيك. علشان هيك لازم الأهل ياخذوا هذه النقاط وهذه التوصيات بالحسبان ويراعوا صحيح. الحالة الجسدية للطفل قبل ما يرغموا أو يرغم نفسه أنه يصوم في شهر رمضان المبارك. طبيعة الغذاء للطفل هلأ لما بنحكي عن الطفل اللي صام وكان جسمه قادر على تحمل الصيام وكان شديد البنية خلينا نقول, طبيعة الغذاء اللي يقدم للطفل تختلف عن الشخص الكبير. بمعنى هل هنالك أغذية وأطعمة خاصة بالطفل في حال تم صيامه طيلة النهار, أو أنه مثله مثل الشخص الكبير في هذا الموضوع؟ والله هو إذا كان قادر على الصيام وتحمل جسمه هذا لا يعني أنه يأكل أكل أكبر. في مخاطر ما بعد الإفطار اللي التلبك المعوي أو عسر الهضم بيجي أكيد. من الأكل المفاجئ اللي مرة واحدة الدسم الغني بالسعرات الحرارية نحكي بالنسبة للأطفال وهذا ما يصيبه بالمضاعفات هاي. فهذه مشكلة حتكون. فيجب تقديم الفواكه, الخضروات, الشربات, الحاجات البسيطة اللي ينشط جهازه الهضمي. بعد شوية ممكن الوجبة الرئيسية يعني شريحة دجاج, صحن سلطة, شوية شوربة, الشغلات الخفيفة. ابعد عن الحلويات والسكريات والأمور المعقدة اللي صعب على الجهاز الهضمي امتصاصها فيما بعد مباشرة بعد الصيام أو بعد كسر الصيام. الكبار ممكن يتحمل هذا الكلام لأنه جسمه متعود, فهذا بيدخل الطفل في مخاطر حتى لو استطاع الصيام, في مخاطر فيما بعد مثل التلبك المعوي وعسر الهضم زي ما حكينا هيك. وكثير في ناس بيشعر بالخمول والنعس والنوم ما بعد الفطور مباشره نتيجه اكله للحاجات الدسمه هاي المفاجاه والحلوه مره واحده, لانه الجهاز الهضمي بيطلب كميه كبيره من الدم والنشاط للهضم. فبالتالي خلينا نقولها هيك بالعامي بيهرب الدم من الجسم كله وبتركز حوالين الجهاز الهضمي تأدي الوظيفة المطلوبة منه, وبالتالي بينقص كمية الأكسجين على الدماغ بيشعر الإنسان بالنعس. فما بالك الطفل الجسم الهزيل أو حتى إن كان البنية تبع مش واحد يتحمل الأكسجين مطلوب, الإنزيمات للهضم مطلوبة, الإفرازات والغدد مطلوبة. فكل هذا لازم يكون في توازن. طبيعة الغذاء يجب أن يكون خالي من الدهون, خالي من السعرات العالية, بسيط في تكوينه وبالتدريج للأطفال حتى يستطيعوا أنهم يحصلوا على الفائدة وبنفس الوقت في نفس الوقت يقدر يصوم ثاني يوم. بالضبط, ما يتأثر. أنت هدفك أنه يصوم ويتدرب على الصيام يستمر. لأنه بكرة حيقول لك أنا تعبت صمت أول يوم تعبت. هو ليش تعب؟ وما تعب من الصيام, هو تعب من الأكل. تنظيم الغذاء للطفل وكيف ممكن اعطائه الوجبات الصحيحه والغذاء المتوازن بعد ما ينتهي الطفل من مرحله الافطار في حال اتم صيامه. مرحله او فتره ما بين الفطور والسحور شو بتنصح يا دكتور انه يتم اعطاء الطفل بعد ساعتين طبعا من تناول وجبه الافطار؟ تمام, ممكن ياخذ المكافاه تبعته, مكافأة اللي وعدناه فيها حتى ما نطلع غشاشين وكذابين يكون ملتزمين أمام الطفل قدوة يعني أكيد أنه نكون وفينا بوعدنا لأطفالنا, فسحناهم إذا وعدناهم أو جائزة إذا كانت طعام أو حلويات من اللي بيحبها الطفل. أنه معظم الأطفال بشكل عام بيتجه لهذا المبدأ. حتى لو وديته أنت الفلوس وقلت له روح اشتري من السوبر ماركت أو شيء حيتجه للحلويات ويتجه السكريات والشغلات اللي بيحبها هو. فبالتدريج هذا الكلام لازم يصير بعد الإفطار بساعتين حتى للكبار. أكل الحلويات بيكون قطعة واحدة صغيرة ما يكتروا خاصة للرجال يا دكتور أكيد. يعني. أكيد القطايف والكنافة والأربع وخمس حبات ست حبات قطايف وصحة وعافية لكن مش صح.
وشوف انت لحالك صح، كيف بعد نعم، بعد تناول. خمول. غير عن مثلا ارتفاع نسبة الدهون والسكريات في الدم، وهذا طبعا بيعطي بشيء سلبي، بيشبعك للسحور، مش حتقدر تتصحى. السحور لازم السنة انه نأخره قد ما نقدر حتى ناخد فيه الوجبات. الوجبة اللي خلينا هي بعتبرها أنا كاستشاري الرئيسية مهمة جدا جدا وجبة السحور الفطر، جدا لكن في ناس كتير بترفض انه صحيح. تتناول تتعشى بدري بالضبط. الساعة 12 واحدة بياكل، ولا خلاص أنا بدي أنام وأضلني. شو بيفرق يا دكتور؟ وهل فعلا بما انه هو صح مش حديثنا اليوم، بس كتير مهم انه نحكي المعلومة بهذه هاي النقطة، صحيح. خاصة انه امامنا طبيب استشاري في الله هذا يخليك. الموضوع. الناس اللي ما بتتسحر او بتفضل انه تتسحر الساعة 12 واحدة او واحدة ونص، هل ما بتاخد الفائدة او ممكن تصاب بالجوع في نهار رمضان؟ صحيح. شو الصيام خلينا نوزع الإفطار مثلا تجاوزا، كان نحكي أرقام، الساعة 8 بنفطر، الساعة 4 بنصوم، يعني تقريبا في عنا حوالي 8 ساعات 8 ساعات بين متقاطعة. الوجبة والتانية. معروف إنه الجهاز الهضمي من 3 ساعات لأربع ساعات بيحتاج لامتصاص أي وجبة أكلها وهضمها، ما لم تكن من الوجبات الثقيلة اللي بتتطلب 6 ساعات وثمان ساعات امتصاص مثل الألبان والأجبان. ففي المسافة هاي، يعني لما أنت تتسحر تفطر عفوا الساعة 8، تاخد بعد 4 ساعات أو 3 ساعات ونص الوجبة الثانية اللي هي الحلويات أو الفواكه. وطبعا عاداتنا وتقاليدنا بتخش في الموضوع هنا، وخلينا أقول علامة إنذار، ويجب أن نكون على حذر منها، الضيافة. كمان بدك تقعد في بيوت صلة الرحم والأقارب، تاخذ الحلو وتاخذ المشروبات وتاخذ، وما اكلتش عيب واحراج والى اخره. فبيرغم نفسه مشان فبيرغم ما نفسه، يقع في حيشبع، الإحراج. حيروح مثلا اذا ما طلعش من بيته اكل وجبته زي ما تفضلتي مثلا السحور البدري اكل، فهذه بتطول ساعات الصيام، بتعرضه لعدم توازن في المعطيات اللي لازم لجسمه خلال ساعات الصيام، منها السوائل. فالسوائل بالتدريج من الإفطار للسحور يجب أن تؤخذ كل ساعتين أو كل ساعة كاسة حسب من المي بالضبط، أو أو العصائر العصير. الخالية من السعرات الحرارية العالية، وبنصح أنه يكون اللي خالية من المواد الحافظة حتى ما نصيب الجسم بالجفاف. بعد هيك الحلويات بتعمل جفاف، بتحسسك بالعطش، أكيد أكيد. فأكل الحلويات بشكل شراهة بشكل شره وبشكل كبير بعد الإفطار، يعني لازم يكون الإنسان منظم، يفطر يرتاح، بعدها زي ما حكينا 3 أو 4 ساعات ياكل جزئية الحلويات هاي أو السكريات أو الفواكه، قطعة معينة اللي قطعة قطعة معينة معينة بحجم بسيط، وخلاص بعدها صيام، يصوم للسحور بالضبط. الأربع ساعات أو الخمسة، يعطي فرصة للوجبة الوسط هاي إنها تنهضم، المعدة فضيت الساعة عشان 3 تتهيأ وتستقبل بالضبط وجبة السحور. وجبة السحور اللي تكون غنية جدا بالكربوهيدرات والنشويات، اللي هضمها حياخد فترة عشان تمد الإنسان بالطاقة لل16 ساعة، ممكن انه يصمد ثلاث يصمد هاي وما الساعات يكتر من الطويلة. سوائله على السحور، لأنه السوائل في السحور حتفقدها الكلى بعد 3 ساعات أو 4 ساعات، فبتصاب بالعطش. كتير كتير ناس فهي ممكن يمسكوا صحيح، ازازة شاف المي المي او شربت المي ويشربوه ويشربوها، صحيح عندهم تفكير مغلوط انه أكيد انت اشرب ازازة المي او شاف المي قبل الأذان ينفجر. او هذا حيخليه لا، معك الكلى على طول. حتفقد هذا السوائل بعد 3 ساعات أو 4 ساعات من شربها، يعني مش حتنام، حتصحى الصبح الكلى تخلصت من هاي السوائل كلها، حتقعد بقية النهار بالضبط عطشان. بالضبط بالضبط، فهذه مشكلة، لانه مشكلة جسم كبيرة الانسان مش مخزون انه يضل بالضبط مخزن المي والاكل، لكن بالضبط. ممكن انه الانسان ينتبه الى اغذية واطعمة. مثل ما حكيت يا دكتور، هاي الاغذية يعني لها مدة اكبر في أكيد الهضم، أكيد، ممكن انه وهذا الانسان يشعر بالشبع صحيح، في وهذا أيضا ينطبق النهار. على الأطفال. حتى يعني جبنا الأطفال في الموضوع، حطيناهم نفطروا زي ما احنا بنحكي، ونناولوا الوجبة الصغيرة المكافأة تبعته أو السكريات أو الحلويات اللي بيحبها، نخليه ينام ويرتاح، نصحيه على السحور ياكل زينه وزينا بالضبط، حتى إنه يقدر يصوم ويتعلم إنه هذا في سحور، يتعلم إنه هو هيك رمضان لازم تتسحر، يقف جنب أبوه أو أمه ووالدته، ياخده على المسجد يصلي الروحانيات. إذا كان هو هذا هدف التدريب، فليكن هدف الغذاء برضه الهدف الصحي في أكيد الموضوع، والتنين مترابطين، وهي أمانة
أكيد لازم حلقة يتحملها بأسرة متكاملة بين كافة صحيح، الأطراف نفسية وكافة ومجتمعية الجوانب. ودينية. نعم أكيد أكيد يا دكتور، أنا سعيدة جدا جدا الله يخليك، بكل الحديث والكلام الطيب اللي أدليت فيه خلال هاي الفقرة، وبتمنى إنه الله يبارك المشاهدين فيك، كمان يستفادوا بجملة هاي النصائح والتوصيات اللي حكيتها خلال أتمنى الفقرة. بالنهاية أتمنى شكرا جزيلا لك دكتور عطاء القيسي، استشاري الصحة العامة ورعاية الوقائية صح. الصحية. شكرا لك. شكرا كثير، شكرا كثير. وبالنهاية طبعا بنوجه يعني شيء مهم كثير للأم والأب، إنه ما يرغموا الطفل الصغير على إنه يصوم في شهر رمضان المبارك. وبالنهاية هذا الأمر مثل ما حكى دكتور عطى معنا اليوم، إنه بيرجع للحالة أو البنية الجسدية الطبيعية لصحة الطفل الصغير، بمعنى إنه إذا جسمه فعلا بيتحمل إنه يصوم ممكن نخليه يصوم، لكن كمان ما نخليه يصوم 16 ساعة، لأنه إذا الشخص الكبير بيتعب من هذا الصوم، ما بالنا نحكي عن طفل حتى لو كانت له بنية قوية شديدة إنه يتحمل يصوم، كمان ما نخليه ل 16 ساعة يصوم، ممكن نخليه لفترة الظهيرة أو ما بعد الظهيرة، ومن بعدها بنعطيه وجبة بتكون متوازنة من الأطعمة، ممكن يصمد حتى ياكل مع الأشخاص على سفرة الإفطار. يركز على الغذاء المتوازن للطفل، شربه للسوائل حتى يكون جسمه مفعم وحاصل على كمية الفوائد من هذا الطعام، والأملاح المعدنية اللي ركزنا عليها كمان في هذه الفقرة. هلأ بنروح لفاصل مشاهدي الكرام، وبنرجع وبنكفي صباح الكوفية. خليكم معنا.